أربعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا والله بشباب، ارحبوا وترحب المطر دخان بفيديو جديد وسجل دخول فخم لعيون الأساطير. إذا أنت جديدا يا أسطورتي سوي حركة مركزتو في هذه القناة. موضوع الفيديو لهذا اليوم راح نسوي ردة فعل يا شباب. هذا اللاعب اللي راح نسوي عليه ردة فعل صراحة ما أعرفه، مشيت على آخر فيديو قريت تعليقاتكم وأكثركم طلب مني أني أسوي ردة فعل على هذا اللاعب. فيا شباب خلونا نشوف هذا اللاعب وش راح يسوي. أعتقد اسمه أنكاش، اكتبوا لي اسمه باللغة العربية تحت أسفل التعليقات. يلا يا شباب، هو طبعا بيلعب سولو ضد سكواد، يعني فيديو تقريبا قوي، فخلونا نشوف. حتنزل معه ولا ما ركزت؟ اها كويس. اثنين مشتبكين قدام. يلا يا خرافي اضربه كفو، ما يركز على الهيد شوت. حلو كفو. هذا الثاني طيب. ثالث فوق كفو. اسطورة اخي يا شباب، هذا يسبح، شو سالفته؟ يعني كانه يسبح يدخل عليهم ويطلع منه، انه يعني ماشي عنده انه يوقف وينتظر اول تالي. لا خلاص، الضرب الاول طاح، الثاني وينه؟ الثالث وينه؟ يندفع كذا والله، يعني لايق عليه النمر المقنع. طيب فنش فنش يا غالي. شوف خلاص خلاص، دراما دراما. اوه كفو، من وين جابه؟ من فوق الثلج. اسطورة الثاني، شوف ما شاء الله سريع. طيب الثالث وين؟ عفوز مسكينة. طيب يا شباب، يعني ما شاء الله عليه، لعبة خرافي، لعبة خرافي، ما ينتظر ابدا، ما من النوع اللي يجلس ينتظر الهيد شوت ويركز على الهيد شوت، لا خلاص قلت قلت. هم هذا اللاعبين اللي يعجبوني، يعني خرافيون ما شاء الله. يلا يا خرافي، في واحد ضربة بالفي اس اس تقريبا. كفو اسطورة. يلا هذا الاول نوك داون. فنش يا غالي، شل كل نعم. اللغم كيف ما انفجر اللغم غريبة. في واحد في واحد، هم اثنين كانوا، في واحد تقريبا خلف السور. هذاك لا يكون يلعب سكور وهرب خلاص، راح يلاقي. دامنا ما قطع التصوير، دامنا ما قص اللقطة، أكيد راح يحصله. هذاك 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 هذا، أيوة خلف الصخرة. وهذا واحد كفو أسطورة. يلا أضرب، في واحد يضربك من خلف كفو. في واحد خلفه خلف الصخرة. طيب سريع يلعب بيسي، مليون بالمئة يلعب بيسي. طيب دخل في بيت البلكونة، ما الذي سوف يحدث يا سد؟ بدرعم بدرعم. اوه اثنين يا شباب، ما الذي سوف يحدث؟ الله يا ستار، شوف سريع ما شاء الله عليه. اضرب ثلج. اوه ثلاثة يا شباب، ما يوقف والله ما يوقف هذا اللاعب. كفو كفو كفو. ضلوا اثنين تقريبا. يا
آخر واحد، آخر واحد يا شباب، آخر واحد ظل. سريع ما شاء الله، بس خلاص يوقف على السلاح، خلاص خلاص بدل مكانه، يعني ما يوقف نهائيا، ما يوقف، ما يحب يوقف. شوف شوف شوف، ويعرف يعني يدرس الخصم، عنده سماعات ما شاء الله انفجارية. خلاص يلا يا أسطورة، شغل حواسه الست، إذا في حاسية سابعة فمشغلينها بعد النمر المقنع. لن أستسلم، سوف أخلص الحلبة من كل الشرور. حلبة المصارعة، ملتقى الأبطال، فيها زوايا أربعة مشدودة الحبال. أخي ذكري يا الزمان، كيف الإسكان فيها عزم كبير وقانون كبير، ليس من يفوز فيها أو يسيطر أو يصيبه الغرور. أظن كذا كل الناس الحين. لا يكون الفوز فيها إلا للشجعان. ما مات، كان يريد يجيبها شيرت، بس هذا تقريبا ما يعرف يلعب هذا المقنع. يا زمان كنا نلبس اللي تقلد لابس قناع، تخبر ابوك وقت الغداء باتر انا قتل مقنع. حلو سكواد يا شباب، خلونا منتبهين. يا سلام يا سلام، ما يركز على الهيد شوت نهائيا، بس ضرب طخ 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 طخ. الشيء الحلو اللي فيه انه سريع وما يوقف نهائيا، لاعب يدرعم بذكاء خنفشاري. اسطوره بيلعب لك كل سوره السكواد اعتقد. حلو كافو، اسطوره 17 كل. اوه سولة السكواد، نار يا حبيبي نار، توتو يا حبيب الملايين. تقريبا ظلوا اخر اثنين هذا لحاله. حلو دمج طاح، هذا لك اصدقاء. حلو اخر واحد هذا وين؟ يا سلام بويا قنبلة. تقريبا دريت يجيبوا ون شوت. لعبة طبيعي والله، لعبة طبيعي، احتراف طبيعي، ما في اشياء عشان تجيب هيد شوتات وما اعرف شو، لا لعبة طبيعي لأبعد حدود. ما شاء الله تبارك الرحمن، خرافي خن بوشاري، خرافي خرافي. كافو. طيب يا شباب، مثل ما انتم شايفين ما شاء الله 19 كل في جيم سولو ضد سكواد، لاعب خرافي ما شاء الله تبارك الرحمن، عنده سرعة هائلة ولكن ما يضرب هيد شوتات. لعبة طبيعي يعني، ما شاء الله لعبة طبيعي، احتراف لأبعد حدود. فيا سادة الكرام، اكتبوا لي تحت في التعليقات إذا عجبكم لعب هذا اللعب. أنا صراحة أنا عجبني لأنه لعبه طبيعي لأبعد حدود، ما في أشياء خنفشارية عشان يجيب هيد شوت يمين يسار، لا خلاص احتراف طبيعي. النمر المقنعة ما شاء الله عليك 19 كل، وجيم سولو ضد السكواد شيء خرافي لأبعد حدود. فأتمنى أن الفيديو نال إعجابكم يا حبايب قلبي. اكتبوا لي تحت في التعليقات من تريد الشخص الثاني اللي اسوي عليه ردة فعل. وكان محدثكم دخان، واتمنى انكم تتابعوني في الانستغرام، رابط انستغرامي تحت في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.